خلونا نروح لفقرتنا تصريح وتعليق، ونبدأ من عند السيد كمال عبد الواحد، والد عمر كمال عبد الواحد لاعب نادي الأهلي، واللي أكد أن إصابة ابنه مطمئنة وأنه ممكن يكون بيلحق بنهاية السوبر المصري يوم الخميس. قال الأستاذ كمال عبد الواحد: عمر حس بالإصابة بعد ما اصطدمت تسديدة فخري لكاي بي، وقال أن عمر اتكلم معاه أنه حس بأن العضلة اتحركت من مكانها، وبمرور الوقت بقدرش أنه يكون بيكمل الماتش، ولكن الإصابة مطمئنة بشكل عام، ووارد أنه يكون بيلحق بنهاية السوبر يوم الخميس.